تاكو من الوصفات المكسيكية الطيبة كتير وسهلة التحضير. اليوم رح أحضرها بشكل مميز شوي، رح أعملها على شكل أكواب، أستخدم فيها مكونات سهلة. ببدأ هون بنص كيلوغرام من اللحم المفرومة، استخدمت مفرومة خشن بقلاية واسعة وحامية جدا على النار. ضفت اللحمة وببدأ أقلبها باستمرار لحد ما تجف معي تماما ويتغير لونها وما يضل فيها سوائل. مهم إنه أفكك اللحمة عن بعضها حتى ما تصير عندي كتل كبيرة. استخدمت البصل الأحمر، طبعا ممكن نستخدم الأبيض عادي أو الذهبي. ببدأ أقلب البصل مع اللحمة، رح أضيف سن واحد من الثوم المهروس، بقلب كتير منيح. هلأ رح أضيف حبة واحدة من البندورة تكون طرية نوعا ما وكبيرة، فرمتها لمكعبات كتير صغيرة وضفتها. طبعا تقليب البصل مع اللحمة والثوم على النار تقريبا يحتاج لأربع دقايق لحد ما صار عندي البصل مستوي تماما. هون رح أتبل بنص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، كمان رح أضيف نص معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، الأوريغانو والكاري. بقلب كتير منيح. في حال موجودة عندنا بهارات التاكو بتكون ممتازة، رح نستخدم منها معلقة صغيرة. بعد ما انتهيت من تقليبهم بهالشكل، احتاجوا معي دقيقتين على نار عالية من التقليب المستمر، صار عندي الخليط جاهز. مباشرة برفعه عن النار وبننتقل هون للتطبيق. معروفة التورتياز أو التاكو، الخبز الجاهز الموجود بالأسواق حتى نعمل فيه وصفة التاكو. أنا اليوم رح استخدم السبرينج رولز، طبعا من العجائن المتوفرة والجاهزة موجودة بالأسواق، واستخدمت صينية الكب كيكس. داخل كل كب رح أضيف قطعتين من عجينة السبرينج رولز بهالشكل، تعطيني شكل حلو مثل الوردة. ممكن نحطهم بشكل مخالف فوق بعض، ممكن نستخدم ورقة واحدة لو حابين. هلأ رح نبدأ نحشيهم بخليط اللحم مع الخضار اللي حضرناه على النار. طبعا ممكن نضيف الفاصوليا الحمراء المعلبة زي ما هو موجود بالوصفة الأصلية، بتطلع كتير طيبة معها. كمان حشيت كل كوب تقريبا بمعلقة أكل كبيرة مليانة من الخليط، وهيك صاروا جاهزين. رح أخذهم على الفرن المحمى مسبقا، عرف في الأوسط درجة الحرارة 180، وبيحتاجوا تقريبا 10 دقايق ليصيروا ذهبيين بهذا الشكل. ممكن نحمر وجههم شوي من فوق. كمان نقلت الأكواب مباشرة على صحن التقديم. طبعا هاي الأكواب تتقدم عادة مع الساور كريم واللي هي عبارة عن الكريمة الحامضة. إذا كان صعب إنه نحصل عليها، ممكن إنه نخلط ربع كوب من الكريمة، كريمة الطبخ الفريش الجاهزة، مع معلقة كبيرة من اللبن الرايب الحامض. نخلطهم كتير منيح وهيك أقرب بديل للساور كريم صار عندي جاهز. منصب الساور كريم على وجه الأكواب، وهلأ منزين بالكزبرة الخضراء المفرومة. وطبعا الكزبرة الخضراء واحدة من الأشياء الأساسية بوصفة التاكو. وهيك صارت الأكواب عندي جاهزة للتقديم. بتمنى تعجبكم إن شاء الله، وألف صحة.